أخبار يو تي في بدقيقتين. محافظ صلاح الدين يقيل مدير شرطة بيجي بعد مقتل أسرة في القضاء. السوي تقرر محاكمة سلوان موميكا وسلوان نجم بتهمة التعريض على جماعة عرقية. ترشيح محسي بغداد للمنافسة باسم العراق على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. أو عزم محافظ صلاح الدين بدر الفحل بتغيير مدير شرطة بيجي بعد مقتل أسرة من 3 أفراد في الحي العصري. كما أوعز المحافظ بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الجريمة مشددا على ضمان تنفيذ القانون بشكل صارم لتحقيق الأمن للجميع. أفاد ممثلو الادعاء في السويد بأن سلوان موميكا وسلوان نجم سيخضعان لمحاكمة على خلفية إحراقهما نسخ من القرآن الكريم، وستجرى المحاكمة استنادا إلى تهمة ارتكاب جرائم التحريض على جماعة عرقية أو وطنية باستخدام تسجيلات فيديوية كأدلة ضدهما. قالت إدارة ناحية القيارة في نينوى أن مشكلة انبعاث الغازات السامة من المصفاة الواقعة في الناحية ما زالت عصية على الحل. وأوضح مدير ناحية صالح الجبوري أن تقارير الخبراء تشير إلى عدم مطابقة شعلة المصفاة للمواصفات العالمية، مبينا أن المشكلة موجودة منذ سنوات طوال. ذكرت وزارة الاتصالات أن الإنترنت سيقطع ساعتين خلال امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية، وسيكون القطع من الساعة 6 إلى 8 صباحا ابتداء من يوم غد الخميس، واستنادا إلى طلب من وزارة التربية. قال المخرج سهيم عمر خليفة إن فيلمه ميسي بغداد رشح للمنافسة باسم العراق على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، ويأتي ترشيح الفيلم الذي صورت مشاهده في العراق ضمن الدورة 97 لجوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما. للمزيد تابعوا منصات يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.